مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، هذا لقاء جديد يجمعنا بكم، نرجو أن تقضوا معنا وقت ممتع وشيق. كما عودناكم في كل حلقة سوف نتكلم عن شاعر ونستعرض ما نحفظ من قصائده، وشاعرنا في هذا المساء هو الشاعر الوجداني الذي لقب في شاعر الوجد ولقب أيضا في شاعر نفي، الشاعر المشهور عبد الله ابن سبيل الباهلي. هذا اشتهر في القصائد الغزلية وسموه الشاعر الوجداني، وأطلق عليه هذا الاسم شاعر الوجد، وله الكثير من القصائد، ومثل ما هو معروف هو الرجل راعي هجرة ما يشد مع البدو، ويجون عنده البدو وقت المصيف، ولا جاء أصفري وهبهب البراد وطلع سهيل شدوا المنادي وظلت على ما يقول هو من عرض قصائده يدري على مرحانها من المعاطين، تبقى المعاطين ما عاد يبقى عنده أحد. توقع له نديم الظاهر أنه إذعار بالربيعان، توقع العتيبي والنعم من هذا الاسم ومن قبيلة عتيبة، والنعم من جميع القبائل كلها بدون استثناء. من عرض قصيدته يقول يا إذعار وقلبي من العام حوله، لليوم ينقص ما بقله قليلة، مثل الشعيب اللي تقافت امحوله، مخل جنابه غادين حن ظليله، ربيع قلبي جية البدو حوله، تقريبة المقطان وحب نيله. يبي البدو دوم يجون يقطنون صوبه عنده. كذلك من ضمن الأصدقاء الذي يعزون عليه دائما وتكون بينه وبينه علاقة قوية هو الشيخ والفارس فيحان ابن زريبان المطيري، ودائما أغلب قصائده يستشهد فيها ويذكر أفعول صديقه. أذكر في بيت من عرض قصيدة له يوم يقول اللي عرض كم واحد للمبات يقولون نخطره لابن زريبان، يوم يقول إرت من عشرة من الهاربات ذهبها لهم فوقهن تمر ودهان إلى آخر القصيدة. لكن الشاهد أنه دائما يذكر صديقه فيحان قصائده. ومن عرض القصائد التي يذكر بها فيحان القصيدة التي نوردها الآن، يقول يا تل قلبي تلتين من أقصاء، تل أرشى للي حيام ورودة، على الطوال اللي عدودة أمطواه، يهول جذابة مطاوي عدودة، على قعود ما يسانع اما مشاف مستصعب ما يتبع لي يقوده، على قعود ما يسانع اما مشاه مستصعب ما يتبع لي يقوده، اللي يزيل يرى عالجمل زاد بخطاه منقطع والله تصرم عموده، اللي يزيل يرى عالجمل زاد بخطاه، المخوذ اقشر الجمل مو جمل، اللي يزيل يرى عالجمل زاد بخطاه منقطع والله تصرم عموده، على الذي بيني وبينهم رواه له برايدني، ولا حرزت روده وشرها يدي، ماكل عود انت عصاه ولا هي على عوج العصيم حدوده، شرها يدي ماكل عود انت عصاه ولا هي على عوج العصيم حدوده، وان انت يلي توصل العلم منها في حاشا وقال لي تنقض جعوده، زبن الطحوس وستر من تذهل أغطاه، لا طار من عج السبايا قعوده. هذه أحد قصائد الشاعر الشهير الشاعر الوجداني عبد الله بن حمود بن سبيل، وله العديد من القصائد، لكن نجيب اللي يحضرنا في هذه الحلقة. من ضمن قصائده يوم يقول يوم الركايب عقب عن خشمه بنات، ذكرت ملهو فلحشه من عنايه،
ليته رديف لي على الهين هيهات، ثم معي والله رديف خوياي، ليته رديف لي على الهين هيهات، ثم معي والله رديف خوياي، والله لولا والله لو ما سلي خاطري بتنهات، وابصر بحالي من خلايا بخلايا، لاركض سم المذهب وطوح بالاصوات، خبل على مازير راع الروايه، لين قال اليوم شبت وتبت عن كل ما فات، وطويت عن كل الموارد ارشايه. الله استثنى الله اللي جاتني خطات الخوندات، الي جدايلها تعدى الحظايا، اتعامل العشاق بغضاي وسكات، وتعرض بخد سن فيها المرايه. كذلك في شديد الباديه يقول وان خانت هالمقطال لا تزيل ما احلاه، وان خانت هالمقطال لو زيل ما احلاه، ما جمعت سمر الليالي غدت به، لو والله الله صار للبدو ناناه، وطير عسى ملجا ومما اعفت به، والبيت الاسود خرب وزين ما بناه، رمي الخدار وزافت الزمل جاتله، والبيت الاسود خرب وزين ما بناه، رمي الخدار وزافت الزمل جاتله، وشدوا على عوج الظهور المحناه، ما حط فوق ظهورها زو عتبه، يا بعد ممسى زملها معنم غداه، تمسي مربي تلغنم تشتمت به، مظهورها سنط ممع تشعاه، يا تلي سلف خيال من قربت به. وايضا قال في الشديد البدو ومعاناته معاهم، هو اللي منهم انزلوا عليه في الصيف غربلوه، ولا منهم شدوا وزادت غرابيله. يقول البدو هم ودروبهم عذبوبي، هنيت قلب ما عرفهم ولا جوه، البدو هم ودروبهم عذبوبي، هنيت قلب ما عرفهم ولا جوه، شدوا ومدوا بالغزال العجوبي، يا ليتهم من جملة الحضر خلوه، دنوه لها الأشقح عريض الجنوب، يبعد مضرب فرسنا يوم دكوه، دنول هالأشقح عريض الجنوبي، يبعد مطرح فرسنا يوم دكوه، شدوا وخلوني على الدار لوبي، كما يلوب لي عن السرح ردوه. طبعا هناك من يفتكر او انه يظن ان اللي يلوب هو البعير، عندما يردونه عن الحلال او يردونه من الابل يلوب، فما هذا هو المقصود اللي يقصده الشاعر، لأن البعير اللي أردوه ما يلوب، يبرك وما يقول شيء، لكن اللي يقصده الشاعر اللي يلوب هذا المثل أو قصده الشاعر ابن سبيل هو الذيب، عندما يلوب العرب، يعني الذيب عجل الحركة سريع، فيجي العرب من كل جهة وتحده الضواري. يقول شده وخلوني على الدار اللوبي كما يلوب لي عن السرح ردوه، طبعا الذيب يبي العشاء والضواري تحده، واهل الحلال صاحين له يوم كل جاب من جاب صاح عليه. كذلك له ابيات يوم بعد ما كبر وشيب بين بالشيب، يقول يا الله تجعل كل دربي سماحي، وبهداك تامرني على اللي به صلاح، لعل ياتي الابيض الشيب ماحي، والعصر لو ينثني عقب ما راح، لعل ياتي الابيض الشيب ماحي، والعصر الاول ينثني عقب ما راح، يا ذبح المسلم ابلي سلاحي، ما تستبيحه قدم نزاع الارواح. نكتفي في هذا الغدر من قصائد الشاعر الشهير وشاعر الوجد عبد الله ابن سبيل الباهلي راعي نفي. أما الآن جاء الدور على عزف الربابة.
راتب ليس يقه يا بخصادر عارفين خط الشعيب وملافات ما عليه قصود بيض فواتر توي ما شدوا على الجيم سلا وحوات ما عليه قصود بيضيم هواتر تو ما شدوا على الجيم سلا وحوت حدره في جيرة الله وتيسر سفر رقعي يمينا وجوازات حدره في جيرة الله وتيسير سفر رقعي يمينا وجوازات وخلى من عند الشقايا مظاهر وما وراه اليا ضربت الخطر